لأول مرة وأنا عمري 50 سنة أحب نفسي. أصعب تحدي أتوقع هو انقلاب وجوه بعض الناس. التجربة هذه علمتني الصبر أكثر، خلتني أحب نفسي لأول مرة. لأول مرة وأنا عمري 50 سنة أحب نفسي. حسيت إن كل واحد يجي يحضني ويسلم على راسي ويقول لي يا أمي، لأول مرة أحب نفسي. أحس الجميع زعلان مني صراحة إنه أنا ماشي. الجميع شعور مرة يعني يزعل ويفرح في نفس الوقت. يفرح إنه الناس بتحبني، ويزعل إنه أنا حسستهم بهذا الإحساس. أصعب تحدي أتوقع هو انقلاب وجوه بعض الناس، إنه الجشع لسه موجود. كنت متوقع إنه الناس راح يكون قلبها واحد، لكن واضح إنه أنا عايشة في عالم مختلف عن العالم اللي جو منه بعض المشتركين. كان قرار صعب جداً، لأن أنا مش متعود إن أنا استسلم في حاجة، بس ده الحاجة الأحسن لي، فكان لازم أعمل كده. مرة صعب إني أنا أغادر، الحمد لله، بس أمر الله، صحتي أولى. أنا والله قررت أروح أطلع من البرنامج، وتركت فرصة لبقية المشاركين عشان يكون تنافسوا على المراكز الأولى والثانية والثالثة. إذا في كلمة أخيرة أحب أقولها حق أرض المليون، فأنا ممتنة حق هالتجربة، لأن أول مرة أعيش بصحراء صراحة، وأول مرة أزور هيك مكان، فتجربة بالنسبة لي كانت وايد حلوة. آخر شيء بدي أقول للمشتركين إنه كل واحد منهم إنسان مميز بشخصه، وكل واحد منهم قادر يوصل للآخر، يعمل قد ما فيه وإن شاء الله بالنجاح. بالتوفيق، ومهما كانت الظروف صعبة، تأكد إنك جالس تصنع أهم وأفضل ذكريات في حياتك. لا تنسوا مبادئكم، لأن مبادئكم بالحياة الحقيقية أهم من مبادئكم هنا في أرض المليون. الحقيقة برا مو هنا. مهما كان عندكم أساور في يدكم، عمركم ما تعطوا احترام زايد على حسب الشخص إيش عنده، بل أتعرفوا على إيش جوته ومين هو قبل ما إيش عنده. أحبكم، أحب كل شخص، كل بنوتة، كل ولد، كل رجال، كلكم. أحب الكاست، أحب أولادي، أحب كل الفريق، الفرق اللي في أرض المليون. أحب كل شخص في الكاست، كل واحد فيكم أحبكم. ممنونة لأنكم وقفتوا جنبي في عز تعبي. شكرا، أحبكم، الله يسعدكم ويرضى عليكم يا رب.